وفيها هذا المعنى. هذه الحكاية تقول أنا تعقد أبوه بالكلام ده، على طول بيتكلم إيه الكلام الحشيش الغريب. فمرض أبوه مرض الموت، فقالوا له يا أبانا، وكان الرجل بقى قال للولد ما يدخلش عليه ولا يشوف وشه، فلما هيموت قالوا له يا بطب يعني يشوفك النظرة الأخير، قال لا الولد ده هيموتني ناقص عمر، أول ما يشوفه يتكلم كلمتين أنا هطب ساكت. قالوا له لا، إحنا هنفد عليه العهد والميثاق إنه يتكلم عربي، ها، ويتكلم كلام مفهوم. المهم أوصوه قالوا له يا ابني اعمل معروف، أبوك بيموت هو حتة يومين وكده، يعني خلي الرجل إيه يعني يمضي بسلام، يتكلم كلام مفهوم وبتاع. خلاص واخد عليه عهد والميثاق، دخل الولد قال يا أبتي قل لا إله إلا الله يغفر الله لك، فإنه من قال لا إله إلا الله ومات دخل الجنة. كلام حلو مفهوم. قال والله يا أبتي ما أخرني عنك في هذه الأيام الفائتة إلا أن صاحبا لي دعاني فأرززني وأعدسني وأبصلني وسكبج وطهبج وفلوزج. إيه ده؟ وده يعني أخذ عليه العهد والميثاق. هذا يدلك على إن القاموس بتاعه اللي كان بيتكلم مع أبوه قبل كده كان منيل عن كده. يعني أنت لما تسكبج وطهبج وفلوزج، سكبج يعني عمل إيه مسبك، وطهبج يعني برضو يعني بهارات وحاجات زي كده، وبعد ما أكلت افلوزج يعني أتى بالفلوزج، فاكهة كده إيه عبارة عن عصيدة على تمن على عسل على بتاع. فالرجل صرخ من الألم أخرجوه قاتله الله، فضل يعني يومين ثلاثة ولا بتاع. فده ولد صغير ورايح يبيع المية في حط السقين زي ما بقول، فعرف كلمة كده حب يتمنظر بها على مين؟ على واضع علم النحو. تعرف واضع علم النحو ده مين؟ أبو الأسود الدؤل. لما جاء علي بن أبي طالب واداله حركات الفاعل والمفعول والكلام ده، ثم قال له أنح هذا النحو، فسمي النحو نحوا لذلك. فأبو الأسود الدؤلي كان رجل معجم لغوي كبير وواسع. فجاء ولد بقى عنده كلمتين عايز يستعرض بيهم، فدخل فسلم عليه فقال له أبو الأسود ما فعل أبوك؟ قال أخذته الحمى فطبخته طبخا وفضخته فضخا وفنخته فنخا فتركته فرخا. ايه هو ده؟ ولد ما شاء الله، شوف كلام جميل كله ايه، ونواش على نفس الايه السكع، اي اقصد السجع يعني، تفضلك، وكل كلام لغوي جميل. انت عارف فنخته فنخا يعني ايه؟ انهكته واذهبت قواه. وفضخته فضخا نفس المعنى، وطبعا طبخته طبخا معروف، وطبعا المحصله ده كله انه ترك الفرخ، واخبرك ايه لا حول له ولا قوه. فطلب انك انت دخلت لي افيه بقى، ادخل لك انا كمان افيه. قال لي طيب ما فعلت امراته التي كانت تشاره وتهاره وتزاره؟ وطبعا تشاره بتجر شكله يعني، وتهاره يعني بتهرول عليه كده زي الكلب لما يهرول على الواحد يعضه بعصيه الغليه اي حاجه، وبرضو ايه تزاره كذلك. كل ده المرأة يعني بجر شكل يعني حياتها مع رجل ده في نكد مستمر. فقال له طلقها، فنكحت بعده رجلا فرضيت وحظيت وبضيت. قال له طيب حظيت عرفناها، ايه بضيت دي بقى؟ أبو الأسد ده مش عارف بضيت دي، الواد جت معاه كده قال اي حاجه جت على الافيه فقال بضيت وخلاص. ها زي برضه ما بيحكي برضه في كتب الادب عن ابي علقمة النحوي، وكان برضه لازم يتقعر في كلامه وله غلام، وكان ابو علقمة ده معجب بالغلام ده اشد العجاب، يامر بالامر يقعد الغلام يفكر في الامر هو عايز ايه بالظبط، كلام غريب جدا ما يعرفه قبل ذلك. ففي يوم من الايام صحى الساعه 3 بالليل وقال لي يا بني اهي فقت العتاريس، هو مش عارف اي حاجه، اهي فقت العتاريس؟ قال له زقفيلا. قال له ابن ايه زقفيلا دي؟ قال له ايه بقى هاي فقط العتاريس اللي انت بتقوله؟ قال له يا بني انا بسألك الأصاحة الدية عشان انا اصلي الفجر؟ قال له وانا اقول لك لم تصح. فالولد عبد ابي الاسود وقال له باظية. قال له ايه يا ابني؟ طب حظية دي عرفناها، حظية يعني صار لها مكانة عنده، طب ايه بقى باظية؟ قال له ده بقى حرف من الغريب لم يبلغ.
فقال له أبو الأسود: يا ابن أخي، إذا رأيت حرفا من الغريب لم يبلغ عمك فواره كما تواري سوءتك. يعني ما تبيعش نار حرف سقايين، اعرف ان الحرف ده ملوش وجود. اذا كان عمك بقى ابو الاسود الدؤى اللي ما يسمعش بيه يبقى انت ما تكلمش بيه. ليه؟ يبقى ليس له اصل. بدل متخصص، بدل متخصص في مكان. ومن العار ومن سوء الادب انك انت تاتي عند المتخصص وتتكلم في علمه. لا، عند المتخصص لابد ان تتوقف احتراما لنفسك اولا، مش احتراما للعالم، احتراما لنفسك. ليه؟ لان حياز الانسان هيجعل نفسه ضحوك، مضحكه عند اهل العلم. يعني شوف خالد بن صفوان، ابو صفوان الخطيب البليغ المشهور، كان مره في الحمام وفي رجل بقى من اللي بيحب يتمنظر ضده زي الولد الصغير صاحب ابو الاسود الدوري، كان ايه بيحمى ابنه في الحمام، والولد بيستحمى داخل الحمام وابوه واقف بره. فلما الرجل شاف خالد بن صفوان جاي حب بقى يتمنظر ويتنطط يعني، وبين انه برضه يتكلم عربي وكلامه فصيح برضه كده، قام قال له: يا بني ابدا بيداك ورجلاك. هو المفروض ابدا ايه؟ بيديك. هو بيتمنظر بقى عايز يبين انه بيتكلم عربي. ابدا بيداك ورجلاك. ثم التفت الى ابي صفوان خالد كالمتباهي وقال: يا ابا صفوان، هذا كلام قد ذهب اهله. الله يرحم بقى زمان حد بيتكلم عربي دلوقتي؟ ها، هذا كلام قد ذهب اهله. فقال له خالد: هذا كلام لم يخلق الله له اهلا قط. تكلم ازاي انت فاكر انك اتكلمت عربي؟ هذا لحن. ها،